طب نميس، انا هسالك سؤال شخصي شويه. اكتر قصه اثرت فيكي انت شخصيا؟ انا دايما السؤال ده بيتسالني وبحس انه كل حته من القصه اثرت فيا، بس انا يعني في قصه، احنا عندنا حمله بنعملها كل سنه عن ستات المؤثرات للسنه، ففي حمله 21 ست مؤثره لسنه 21 كان في بنوته من الفيوم يعني ظروفهم المادية ما كانتش أحسن حاجة، فاضطرت إن هي تتعلم في البيت، ما كانتش بتروح مدرسة، ما عاشتش طفولتها في المدرسة، لكن كانت متفوقة جدا وأخدت جابت مجموعة دخلها طب، بس برضو ظروفهم المادية ما سمحتش إن هي تدخل طب، فجالها منحة حكومية إن هي تدرس طب. أنا بالنسبة لي ليه دي قصة مؤثرة؟ علشان أنا بحب قوي الستات اللي بتعافر، أنا بعافر طول الوقت وستات كتير حواليا بتعافر، كل واحد بيعافر بطريقته، فالست اللي بتعافر وبتلاقي نتيجة معافرتها ونجاحها ده بيديني باور انه لو انا خلاص مش قادرة اكمل بكمل. فالقصة دي دايما مقصرة معايا قد ايه تعبت فعلا البنت علشان ما عاشتش طفولتها، ما بقالهاش اصحاب، بتدرس في البيت بس، ظروف صعبة جدا، لكن تفوقت ومكملة وعندها طموحات وعندها احلام ومش شايفة الظروف الصعبة لكن شايفة ان في هدف اوصله. دي يعني دي من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا. طبعا بعدين انت متخيله كمان ان الواحد لما بيحس ان هو خلاص انا ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من اللي انا فيه، يعني بكلامك ده بتقولي مش بس للستات على فكره، للرجاله وللستات، انه لا يا جماعه انت ممكن تعافر اكتر وممكن تتعب زياده اكتر ودايما في حاجه ممكن تتعمل. بالظبط، يعني في وقت بنبقى خلاص مش قادره اكمل، بس لما بتشوفي حد تاني بتحسي ان طب ما ادي شويه كمان، وكده كده ربنا بيكرم اللي بيعافر. طبعا انا شايفه ده يعني. طب جالك قصص مرعبه؟ يعني ايه مرعبه؟ يعني قصص اللي هو تحسي اللي هو ايه ده، ازاي ده بيحصل في الدنيا؟ طبعا جالي. طب قولي لي قصص كتير. حاجه انتوا نشرتوها؟ يعني احنا نشرنا قصص كتير، بس لما نتكلم على قضايا دايما بحب اسميها غامقه شويه، ليها علاقه بالعنف مثلا، لا في قصص كتير مرعبه، ما تبقيش متخيله ان ده بيحصل، ما تبقيش متخيله ان قيمه الامان، بتحسي بقيمه الامان. مش حابه اكسبوز قصص بعينها يعني، لكن بس هي تكون موجوده عندك على الصفحه. تكون موجوده عندي على طبعا تكون موجوده عندي على الصفحه، لكن فكره انك تتعرضي للضرب والاهانه وتتمنعي من التعليم وتتمنعي من الخروج وتتمنعي من الحياه لمجرد انك بنت او ست، دي اكتر فيلم رعب ممكن اي ست تعيشه. فانا بديكي بس اوفر فيو، تحتيها بيبقى فيه تفاصيل تانية. فالقصص المرعبه اللي بتجيلنا بتبقى في الجزء ده، لما بنحاول ان احنا نرفع الوعي ان العنف جريمه، ان الختان الاناث او تشويه الاعضاء التناسليه الاناث جريمه، ان تزويج الاطفال جريمه، فبتبتدي تشوفي قصص اوريدي حصل لها ده. فده فيلم رعب، في ستات عاشت فيلم رعب في الجزء ده. طبعا انت مضطره تحكي القصص دي عشان الناس تعرف ليه ده فيلم رعب وليه ده جريمه وليه محتاجين نوقفه وليه محتاجين نرفع الوعي ان احنا ما يبقاش فيه عنف ويبقى فيه امان عام لكل الناس وتحديدا الستات، وان يبقى ما فيش تزويج اطفال، وان ما يبقاش فيه جريمه زي ختان الاناث.